سامح شكري يتوجه إلى قطر حاملا رسالة من الرئيس السيسي إلى الأمير تميم ويبحث دفع مجالات التعاون الثنائي. سلطة الانتخابات الجزائرية ترفض اتهامات حزب حركة مجتمع السلم بتغيير نتيجة الانتخابات البرلمانية. الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت تعقد أول اجتماع لها بعد حصولها على ثقة الكنيست. أخبار سابعة، فترة إخبارية شاملة تأتيكم من شاشة النيل للأخبار، أهلا بكم. توجه وزير الخارجية سامح شكري أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية بعد التوقيع على بيان العلا في 5 يناير الماضي، وتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ويشارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد بدعوة من قطر رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، كما سيشارك في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات قضية سد النهضة التي ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الأول للجنة فلسطين. كما يعقد الوزير شكري جلسة مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. كما بحث الرئيس السيسي مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير أفاق التعاون الثنائي بين القاهرة وباريس. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول نديم رضا رازا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسفير الباكستاني بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياتي إلى رئيس عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان، مشيدا سيادته بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، ومؤكدا التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان وتبادل الخبرات في مختلف المجالات والحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، ومن ثم الأهمية البالغة لتكاتف الجهود المشتركة من أجل توضيح ونشر مبادئ صحيح الدين وقبول الآخر والتعايش السلمي، أخذا في الاعتبار تسمين مصر لدور باكستان قيادة وشعبة كدولة محورية في المنطقة. من جانبه نقل الفريق أول نديم رازا إلى السيد الرئيس تحيات كل من الرئيس ورئيس الوزراء الباكستانيين، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وتطلع إلى استكشاف أفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر وباكستان، ومشددا على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل. كما أشاد رئيس هيئة الأركان الباكستانية بالتجربة المصرية الملهمة في مختلف المجالات التنموية بقيادة السيد الرئيس، فضلاً عن تحركاتها الواعية في محيطها الإقليمي لتصبح محوراً للسياسة المتزنة الرشيدة في المنطقة، وهو ما تجلى مؤخراً في دورها الهام في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا قيادة جهود إعادة أعمار غزة. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات، خاصة التعاون في المجال الأمني والعسكري، بما فيها الزيارات المتبادلة
على مستوى كبار القيادات، بالإضافة إلى دورية انعقاد لجنة الدفاع المشترك بين البلدين والتعاون في مجال الدفاع والصناعة العسكرية، فضلا عن برامج التدريب المشتركة التي كان آخرها تدريب حماة السماء واحد. كما تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة التنسيق المكثف ودفع الجهود المشتركة بين البلدين لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد برونو لومار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كل من السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية والسفير الفرنسي بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير الفرنسي لومار نقل إلى السيد الرئيس تحيات وتقدير الرئيس الفرنسي ماكرون للجهود المصرية الأخيرة التي أفضت إلى تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد دور مصر كقطب للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط بقيادة السيد الرئيس، ومن ثم التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين فرنسا ومصر وحرص فرنسا على الاستمرار في دعم مصر من خلال تعزيز وتنوع الاستثمارات، وباعتبار أن مصر تمثل لفرنسا الدولة الأولى بالرعاية على مستوى العالم فيما يتعلق ببرامج التمويل وضخ الاستثمارات والتعاون المشترك في كافة المجالات. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا سيادته ما توليه مصر من أهمية لعلاقتها مع فرنسا وتطلع لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة من أجل مزيد من تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أفاق أرحب في كافة المجالات، بما في ذلك تعظيم التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة في هذا الخصوص، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط، وفي ضوء السياسة المصرية التي تتسم بالرشد والتوازن من أجل تحقيق التعاون والبناء والسلام والأمن والاستقرار لصالح كافة الشعوب. كما شهد اللقاء التوافق بشأن أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخا وصلابة، خاصة في ضوء السوق المصري الواعد والواسع الذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة، بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس ومبادرة حياة كريمة والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية، حيث أكد السيد الرئيس أن تلك الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل الذي تتمتع به مصر حالياً، وفي إطار من الوعي الشعبي الذي تشكل وتبلور خلال السنوات الماضية نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر. كما تم التباحث حول عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين على المستويات الثقافية وتعزيز التبادل السياحي في ظل قيام مصر بتطعيم كافة العاملين في المواقع والمنتجعات السياحية على مستوى الجمهورية. رحب السودان بمساعي الاتحاد الإفريقي لمعالجة أزمة سد النهضة والتوترات الحدودية مع إثيوبيا، وخلال لقائه بوفد الاتحاد الإفريقي برئاسة رئيس مفوضية الاتحاد أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ثقته التامة في مقاربات الاتحاد الإفريقي لحل قضايا القارة داخل البيت الإفريقي. وخلال اللقاء قدمت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي عرضا مفصلا للوفد الإفريقي حول أزمة سد النهضة والتوتر الحدودي مع إثيوبيا، وجددت تمسك السودان بتوصل اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
أعربت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر عن استيائها مما تردد من تشكيك في نزاهة الانتخابات. يأتي ذلك بعد أن أعلنت حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي في الجزائر أعلنت تصدرها نتائج الفرز ووجود محاولات لسرقة هذا التقدم. ما زال الترقب سيد الموقف قبل ساعات على إعلان نتائج أول انتخابات برلمانية في الجزائر منذ انطلاق ما يعرف بالحراك في فبراير من عام 2019، ودفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة بعد أن قضى 20 سنة في الحكم. 30% تقريبا هي نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشعب الوطني وفقا لتقديرات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، وهي نسبة أقل من إقبال الناخبين على التصويت في الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي جرت عام 2019 وفاز بها عبد المجيد تبون بمشاركة 40% فقط من الأصوات. وفي العام الماضي أجرى الرئيس استفتاء على تعديل دستوري شارك فيه 25% فقط ممن يحق لهم التصويت. نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات البرلمانية المبكرة بالجزائر قدمت فرصة ذهبية إلى الأحزاب الدينية، أبرزها حركة مجتمع السلم حمص التي أعلنت من جانب واحد فوزها بالانتخابات، كما قدمت الانتخابات فرصة للمستقلين الذين بلغ عددهم أكثر من 22,000 مرشح مثلوا أكبر مشاركة من نوعها للمستقلين في الانتخابات الجزائرية. كما أن حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم سابقا أعلن تصدره لنتائج الانتخابات، حيث نقلت تقارير جزائرية عن الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي قوله إنه حسب أصداء من عدة ولايات حل الحزب في المركز الأول وينتظر النتائج الرسمية. لكن السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية أعربت عن استيائها من البيانات والتصريحات الصادرة عن بعض الجهات التي تشكك في نزاهة الانتخابات التي اعتبرها الحراك قبل إجرائها عديمة الجدوى. أيا كانت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة في الجزائر، فإن مجلس الشعب الوطني الجديد سيواجه أسوأ أزمة مالية واقتصادية في البلاد بعد أن استهلكت الجزائر 4/5 احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال أكثر من 7 سنوات. تحولت تحركات احتجاجية وسط العاصمة التونسية إلى صدامات بين المحتجين وقوات الأمن، تلاها عمليات كر وفر داخل الأحياء السكنية، مما تسبب في بعض الخسائر في مقاهي شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة. حادثة موت شاب في ظروف وصفت بالغامضة بعد إيقافه وسحل آخر في ضحية سيدي حسين الشعبية غربي العاصمة تونس هما القشة التي قسمت ظهر البعير على ما يبدو، إذ فجرت احتجاجات يومية لشباب غاضب على قمع الشرطة ظاهرية، لكن غضبه أشد على الأوضاع الاجتماعية والزيادات المتواصلة في الأسعار في تونس بحسب مراقبين. التظاهرات خرجت من الضاحية الشعبية إلى شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة، ويقول متظاهرون إن حادثة سيدي حسين تبرز أن الأمن في تونس بعد أن كان يعذب الموقوفين داخل جدران السجن بات يعنفهم ويسحلهم وينزع ملابسهم في الشوارع وأمام مرأى الجميع، وطالب المحتجون باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. الشعارات التي انطلقت طالبت بداية بضرورة محاسبة المعتدين على الشاب، ثم طالبت بضرورة إسقاط نظام الإخوان الداعم لحكومة المشيشي ومحاسبة حركة النهضة على عقد من الزمن من التجاوزات الخطيرة ضد الدولة التونسية. وحملت 43 منظمة من منظمات المجتمع المدني التونسي رئيس الحكومة في بيان لها المسؤولية عما وصفته بالانحراف بالمؤسسة الأمنية. وعبرت المنظمات في بيان مشترك عن استنكارها للممارسات الأمنية، معتبرة إياها نقطة مفصلية تقود إلى مراجعة جذرية لمفهوم الأمن الجمهوري في تونس وطبيعة الانتقال الديمقراطي بالبلاد.
وأمام هذه التطورات أطلق الرئيس التونسي قيس سعيد تحذيراته في رسائل مدينة لحزب النهضة وحليفها هشام المشيشي، وقال إن هناك في الكواليس لوبيات تتصرف وفق مصالحها، متعهدا بكشف كل التجاوزات الخطيرة التي تحدث في تونس والجهات التي تقف وراءها. واستقبل سعيد في قصر قرطاج رئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، معبرا له عن رفضه لهذه الممارسات في لهجة حادة تؤكد ارتفاع منسوب التوتر بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس. من جهتها أفادت وزارة الداخلية بأنه تم إيقاف المسؤولين عن التجاوزات المتعلقة بالطفل الذي جرد من ملابسه والاعتداء عليه بالعنف في سيدي حسين. أعلن الدفاع المدني السعودي عن سقوط طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي فوق مدرسة في منطقة عسير، وذلك دون تسجيل أي إصابات. وقد أوضح الدفاع المدني السعودي أن الطائرة المفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير. عقدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت أول اجتماع لها بعد حصولها على ثقة الكنيست، وبينما تعهد بينيت بأن يكون ائتلافه الحكومي ممثلا لجميع الإسرائيليين، أكد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ثقته في العودة للحكم قريبا. بين 60 بعد 59 نجد إحد. بتأييد 60 عضوا ومعارضة 59 وامتناع نائب واحد، أقر الكنيست الإسرائيلي الحكومة الجديدة بزعامة رئيس حزب يمينة نفتالي بنت. الحكومة الجديدة المؤلفة من تحالف متنوع من الأحزاب مختلفة الاتجاهات نجحت في وضع حد ل 12 عاما من حكم زعيم الليكود رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، ويضم ائتلاف التغيير 8 أحزاب لكل منها أيديولوجيته الخاصة، ويأمل في إنهاء نحو عامين من الجمود السياسي في إسرائيل تخللتهما 4 انتخابات غير حاسمة. الحكومة الجديدة تواجه تحديات عدة، على رأسها التوتر في القدس المحتلة مع دعوة اليمين المتطرف إلى ما يسمى بمسيرة الأعلام غدا الثلاثاء في القدس المحتلة. كما يتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع العديد من المهام العاجلة، منها إقرار الميزانية وتقليص العجز والبطالة وإعادة تأهيل نظامي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى قضية حل الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي. وقد وعد بنت في كلمته خلال جلسة منح الثقة لحكومته بأن يمثل ائتلاف التغيير الذي يقوده إسرائيل برمتها، ملوحا بالخطر الذي تمثله إيران على إسرائيل، ومؤكدا أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. إحياء الاتفاق النووي مع إيران أمر خاطئ، وسيعطي الشرعية لواحد من أسوأ الأنظمة في العالم. لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، لسنا طرفا في الاتفاق ولدينا حرية كاملة في التصرف. على الجانب الآخر، ورغم خروجه من الحكم لم يسلم نتنياهو الذي تلاحقه قضايا فساد الراية، وأكد في كلمته أمام الكنيست أنه سيعود قريبا لقيادة البلاد لأن الحكومة الجديدة ستكون ضعيفة. إذا قدر لنا أن نكون في المعارضة فسوف نفعل ذلك ورؤوسنا مرفوعة حتى نسقط هذه الحكومة السيئة ونعود لقيادة البلاد على طريقتنا. سنعود قريبا. وبموجب الاتفاق المبرم بين ركني الائتلاف بنت وزعيم حزب هناك مستقبل يائير لبيد، سيتسلم بنت رئاسة الحكومة خلال العامين الأولين على أن يخلفه لبيد لعامين آخرين. لقي سقوط حكومة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي فرحة كبيرة في صفوف معارضي نتنياهو الذين نظموا احتجاجات أسبوعية على مدار عام كامل للدعوة إلى انتهاء ولاية صاحب أطول فترة رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في الحكم.
من قلب القدس المحتلة التي عكف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق على تهويدها طوال 12 عاما، هتف المحتفلون بانتقال نتنياهو إلى صفوف المعارضة فرحا بانتهاء حقبة أقدم رئيس وزراء استمر في حكم إسرائيل منذ إعلان قيامها. لم تكن تجمعات الفرحين بسقوط نتنياهو هي الأولى من نوعها لمعارضي رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، ففي القدس المحتلة أيضا وأمام مكتب نتنياهو نفسه كان معارضو ينظمون احتجاجات أسبوعية كل يوم سبت، وذلك على مدار عام تنديدا بسياسات رئيس الوزراء حينذاك وتورطه في قضايا فساد أصدر بشأنها المدعي العام الإسرائيلي اتهامات رسمية لنتنياهو في نوفمبر 2019 بالتورط فيها، وشملت وقائع فساد وخيانة أمانة في ثلاث قضايا مختلفة مطروحة للمحاكمة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي. ويقول مراقبون إن نتنياهو سيدخل قفص الاتهام تمهيدا لمحاكمته بقضايا الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، حيث يتهم منتقدون رئيس الوزراء السابق باستغلال سلطته رئيسا للحكومة للتهرب من المحاكمة وعرقلتها. كما تأتي احتفالات معارضي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة على الرغم من اعتبار نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الوحيد الذي تمكن من دفع رئيس أمريكي لاتخاذ قرار بنقل السفارة الأمريكية بإسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة. ولم تشهد الاحتفالات بسقوط نتنياهو أي مناوشات مع قوات الشرطة الإسرائيلية كما كان الوضع في الاحتجاجات الأسبوعية على بقائه في السلطة، فالمحتفلون عبروا بجميع وسائل التعبير عن فرحتهم بانتهاء عهد نتنياهو في رئاسة الحكومة الإسرائيلية التي لقيت معارضة داخلية استغلت عثرات نتنياهو لمعارضة استمراره في الحكم. وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة البلجيكية بروكسل من أجل حضور قمة حلف شمال الأطلسي المقررة اليوم، والتي يهيمن عليها التهديدات من جانب روسيا والصين وتطورات الوضع في أفغانستان. قمة تاريخية لحلف شمال الأطلنطي تجمع للمرة الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة الحلف، لكن أهمية القمة تأتي أيضا من مخرجات القمة المرتقبة التي ستناقش المخطط الاستراتيجي للمرحلة المقبلة نيتو 2030. يتناول المخطط الاستراتيجي محاور التحديات الروسية والصينية والتهديدات العابرة للحدود ومنها الإرهاب، إلى جانب التهديدات الإلكترونية والتغير المناخي، فضلا عن الخطوات السياسية والعسكرية لتعزيز التماسك الداخلي. في محور مواجهة التهديدات يتناول قادة الحلف في قمة بروكسل التهديدات من جانب روسيا والصين وتطورات الوضع في أفغانستان، ويهيمن على القمة الوجود العسكري والاقتصادي المتزايد للصين في منطقة الأطلسي، وسط توقعات بأن تخرج القمة بتحذير نادر بشأن التهديد الأمني المحتمل من جانب الصين. كما يسعى الحلف لتعزيز دوره الفاعل مع انضمام دول من شرق أوروبا مثل أوكرانيا وبولندا وليتوانيا ورومانيا والتشيك، مع التأكيد على تعزيز قدرات أوكرانيا في التعامل مع التهديدات في محيطها الإقليمي. أما على الصعيد الدفاعي، يبحث قادة الدول الأعضاء سبل تعظيم قدرات الحلف القتالية والمحافظة على تفوقه الدفاعي في مواجهة التكتلات المنافسة. وتعقد القمة بالتزامن مع مناورات هي الأكبر من نوعها لقوات الحلف، والتي بدأت في أواخر مايو الماضي وتستمر حتى 22 من الشهر الجاري تحت شعار المدافع الصامد 2021، وهي المناورات التي تشارك فيها قوات متعددة الجنسيات قوامها 9000 من جنود دول الحلف. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تتيح قمته القادمة مع نظيره الأمريكي جو بايدن والمقررة في سويسرا الأربعاء المقبل تهيئة الظروف لمناقشة مسألة عدم انتشار الأسلحة. وأضاف بوتين أن لقاءه مع بايدن سوف يمثل فرصة لاستئناف الاتصالات وإطلاق حوار مباشر مع الجانب الأمريكي.
الأمر يمثل بالنسبة لي فرصة لإعادة الاتصالات والعلاقات والتأسيس لحوار مباشر وإيجاد آلية لدعم العمل في المجالات التي تمثل مصلحة مشتركة لكلا الطرفين، وهي موجودة بالفعل. والجانب الأمريكي يتحدث عن الأمر ذاته، وأنا أتفق معهم فيما يتعلق بوجود مجالات للتعاون المشترك مثل الاستقرار الاستراتيجي والصراعات الإقليمية والقضايا المتعلقة بالبيئة، وأعتقد أن هذه هي الموضوعات التي يمكن أن نعمل عليها بكفاءة. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 691 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 حالة وفاة أمس الأحد، وقالت إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى أمس هو 273,182، من ضمنهم 201,038 حالة تم شفاؤها و15,623 حالة وفاة. رحب مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي بإعلان الدول السبع الصناعية الكبرى التزامها بتوفير مليار جرعة من لقاح كورونا العام القادم للدول النامية. وقد أعرب المسؤول الإفريقي عن أملها أن تكون المليار جرعة مجرد بداية لمزيد من طرح لقاح كورونا في القارة الإفريقية التي تحتاج بصورة ملحة لمليار و500 مليون جرعة بحلول عام 2022 من أجل مواجهة الجائحة. هذا وقد أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل الدول الإفريقية 5,016,000 إصابة مؤكدة و134,300 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد. اعتبر مسؤول استراتيجية اللقاح في وكالة الأدوية الأوروبية ماركو كافليري أنه سيكون من الأفضل وقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا لجميع الفئات العمرية عند توفر لقاحات أخرى. وأوضح أن لقاح جونسون أند جونسون الذي يعطى بجرعة واحدة يطرح مشاكل أقل من أسترازينيكا، لكنه يستخدم على نطاق أضيق. في المقابل شددت وكالة الأدوية الأوروبية على أن منافع لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره، وهو مرخص لكل الفئات. أعلنت الصين اليوم الاثنين أن بر الصين الرئيسي قد سجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس نزولا من 34 إصابة قبل يوم. يبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 91,451، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4,636. أخبار سابعة مستمرة معكم وفيها بعد قليل. سبع دول عربية تشارك في الملتقى الدولي الأول للفن التشكيلي والتراث بدار الأوبرا المصرية. وصلنا إلى المحطة الاقتصادية ونبدأ من سوق المعادن النفيسة، حيث استقر أسعار الذهب في السوق المحلية وسجل جرام عيار 21 مبلغ 807 جنيهات، وعيار 24 سجل 922 جنيها، في حين سجل عيار 18 مبلغ 692 جنيها. أما الجنيه الذهب فقد سجل 6456 جنيها.
أما عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، فقد تراجع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مجددا أمام الجنيه المصري، وسجلت العملة الأمريكية نحو 15 جنيها و59 قرشا للشراء و15 جنيها و69 قرشا للبيع، في حين سجل الجنيه الاسترليني 22 جنيها للشراء و22 جنيها و14 قرشا للبيع، وسجل الريال السعودي 4 جنيهات و15 قرشا للشراء و4 جنيهات و18 قرشا للبيع. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق أولى جلسات الأسبوع، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 635 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو 4.1 مليار جنيه. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين المصري والفرنسي، حيث وقعت وزيرة التعاون الدولي مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي اتفاقا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر فيما يتعلق بقائمة من المشروعات التي تتضمنها حزمة تمويلية بقيمة 1.7 مليار يورو. كما تم التوقيع كذلك على اتفاقيتين بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية في مصر بقيمة 150 مليون يورو. كما وقع وزير النقل مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسية على خارطة طريق مشتركة لمشروعات مترو أنفاق القاهرة الكبرى. تعلمون أن فرنسا تحافظ على تعاون اقتصادي ومالي وثيق للغاية مع مصر. تعلمون أن الحكومة الفرنسية تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع مصر، ولكن بعد عقب زيارة الدولة التي أجراها السيد رئيس الجمهورية المصري في ديسمبر الماضي إلى فرنسا، قرر السيد رئيس الجمهورية الفرنسي الرئيس ماكرون بأن يعزز الشراكة الاستراتيجية مع مصر. اختتم منتدى رؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا أعماله في مدينة شرم الشيخ لتحفيز الاستثمار في القارة السمراء. البحث عن التمويل وإنشاء قاعدة بيانات للفرص الاستثمارية شعار رفعه المشاركون في منتدى الاستثمار في إفريقيا خلال جلسات اليوم الثالث. مناقشات مستمرة وبحث جاد عن مصادر تمويل قوية تدعم إقامة عدد من المشروعات في مختلف المجالات. يعني احنا على مدار الاربع سنين اللي فاتوا على سبيل المثال يعني محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة، وهي اللي تعتبر يمكن اكتر حاجة فيها مخاطر قياسا بالشركات الكبرى او التجزئة المصرفية، احنا عندنا نمو من مليار ونص جنيه لاكتر من 50 مليار جنيه محفظة بنك مصر في الفترة دي. وحضرتك عارف طبعا ان دوت المفروض ان هو بينعكس في نمو اقتصادي، لان الاس ام ايز او المشاريع الصغيرة والمتوسطة تأثير التمويل بتاعها ما يكونش بس على قد المشاريع ديت، لا بيمتد لاكثر من كده بكتير. رؤساء هيئات الاستثمار من كينيا وزامبيا وغينيا تحدثوا عن دعم وحوافز قويه للاستثمار في بلدانهم، لكن التكامل ياتي من خلق تنوع باستخدام الموارد المتاحه وادخالها في مراحل تصنيع متكامله لتعظيم الاستفاده والعائد. التمويل موجود، مؤسسات زينا وغيرنا كتير جدا وعندها الاستعداد انها تمول، مشكله في وجود مشاريع جاده تقدر تبقى بانكبل، يعني انها تقدر يستثمر فيها، ووجود الفلوس بعد كده بيبقى سهل جدا، لان في طرق كتيره جدا مش بس اقتراض وراس مال، يعني استثمار مباشر وكل الكلام. وياتي الحديث عن المخاطر كعائق للاستثمار الحر، تحديات عده تقابلها طموحات وامال عريضه يرى المشاركون ان المنتدى قادر على تخطيها وتحقيق اقصى استفاده ممكنه. احنا كلنا نبحث على استثمارات أجنبية، لكن كل بلد يقوم بعملية ترويج. الهدف من اللقاء هذا هو تنسيق الجهود، تقديم معطيات، لأنه أنا ذكرتها في المداخلة في السيشن اللي مرت، أنه احنا المنافسة هي جاية من خارج أفريقيا، فاحنا هيئات الاستثمار على مستوى الأفريقي سواء مع الأخوة المصريين أو مع بقية البلدان، احنا مانيش في منافسة، احنا في تكامل. المنافسة هي تجي من خارج القارة الافريقية.
رؤية اقتصادية مع تطوير للبنية التحتية يواكبها تدريب ومهارة للعنصر البشري يقف خلفهم تمويل قوي، تلك هي المعادلة مع إرادة سياسية تصل بالنتيجة للتنمية المستدامة. من خلال متابعة عن قرب لما يدور في جلسات منتدى الاستثمار يظهر جليا وجود توافق في الرؤى بين أطراف معادلة الاستثمار، القطاع العام والقطاع الخاص والحكومات في مختلف الدول لتحقيق طفرة ونمو اقتصادي تستطيع من خلالها المنتجات الإفريقية الدخول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى إقامة مشروعات قومية في مختلف تلك البلدان، والهدف الأساسي وصول معدلات النمو إلى أقصى تقدير من كافة الخبراء الاقتصاديين. من شرم الشيخ، حماد العربي، النيل. انطلقت فعاليات الملتقى الدولي الأول للفن التشكيلي والتراث بدار الأوبرا المصرية حيث شاركت فيه 7 دول عربية، ويستمر الملتقى حتى السبت القادم. التنوع، الإبداع، محاكاة الواقع، كل هذا جسده الملتقى الدولي الأول للفن التشكيلي والتراث الذي أقامته مؤسسة المبدعين العرب بالتعاون مع جمعية المحافظة على التراث المصري في رسالة توضح أن الفن سيظل لغة التواصل الثقافي بين مختلف الشعوب. كل الأعمال اللي تقدمت سواء أعمال فنية تشكيلية أو أعمال هاند ميد اللي هو صنع اليد، يعني كلها دارت حوالين تراث الدول المختلفة. هو فعلا ملتقى المبدعين للمبدعين، الناس هنا أبدعت في الإنتاجات بتاعتها سواء كانت هاند ميد أو فن تشكيلي. اللوحات بتعكس فعلا إحساس الفنان بالظروف المحيطة. أكثر من 65 فنانا وفنانة من 7 دول عربية شاركوا في فعاليات الملتقى والذي يعرض ألوان مختلفة من التراث العربي، منها الفن التشكيلي، الأشغال اليدوية، التحف، الإكسسوار. الرسالة إن إحنا نقدر نعمل حاجة أو حتى نبدأ حاجة من الصفر خالص، لو عندنا تالنت أو عندنا حاجة صغيرة ممكن تكبر مع الوقت باستغلال الوقت بشكل صحيح. بشوف كمان ان الايقونات كتراث بنقدر نحافظ عليها وازاي بنقدر نطورها وازاي بنقدر شويه نطلع حاجات جميله تكون موجوده تعبر عن المجتمع اللي احنا كمان بنعيش فيه. قمه الابداع والانتاج، لانه الحرف اليدويه حرف مهمه ولابد من الاهتمام بها لتطوير المراه السودانيه او العربيه. الفخار كان زمان يعني، لكن دلوقتي خلاص رجع للسوق تاني وبنطوره وبنعمل منتجات جديدة، ما بقاش فيه قلة، بقى فيه إزازة مية فخار. وعبر المشاركون من مختلف الدول عن تقديرهم لدور الملتقى في تحقيق التقارب فيما بينهم والذي تضمن مجمل التنوع الثقافي والفني للتراث العربي. الأعمال الفنية واليدوية المشاركة في هذا الملتقى على اختلافها عكست الحس الفني والإبداعي للمشاركين من مختلف الدول في تجمع يؤكد أن الفن سيظل أداة تعبيرية تحاكي الواقع وتعبر عما بداخل الفنان وارتباطه بقضايا المجتمع. أسمع حسن، أمين. في ختام أخبار السابعة هذه عناوين الأخبار. سامح شكري يتوجه إلى قطر حاملا رسالة من الرئيس السيسي إلى الأمير تميم ويبحث دفع مجالات التعاون الثنائي. سلطة الانتخابات الجزائرية ترفض اتهامات حزب حركة مجتمع السلم بتغيير نتيجة الانتخابات البرلمانية. الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت تعقد أول اجتماع لها بعد حصولها على ثقة الكنيست. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. إلى اللقاء.